بنا فيما نزل يا لطيفا لم تزل ارطب بنا فيما نزل سألناك بالقرآن ومن عليه نزل سألناك بالقرآن ومن عليه نزل صلى عليه ربنا إلهنا عز وجل إلهي وسيدي لطفك عند القضاء يا لطيفا بالورى لطفك عند القضاء عفو عنا ربنا يا عفوا لم تزل فيك يا رب الرجاء اهدنا خير السبل ومن سواك لنا ألف سواك أمل يعطيك الصحة فوزي بن قمرة. رجعنا لكم في الجزء الثاني من سهرية اضحك معنا سبيسيال. كل البرامج معناتها أغلبية البرامج تولي في المباشر على قناة 9 باش نحاولوا نواكبوا بشوية بشوية. كنت نحكي قبيلي جا حذانا زين العابدين المستوري مرحبا كنت نحكي قبيلي على اللي مبالغ تحشم اللي تبرعنا بها. صحيح عملنا انستغرام وكذا وليت تشالنج تشالنج معناتها سامحوني معناتها حبيت نشاهم فيها ما معناتها اللي يعمل خير يعملوا من برا اما تشلا والله كان جات فما مبالغ هكا في المستوى واحد يخرج حتى في شورت معناتها يحوس اما سيد كلمه كلمه في صحيح حبيت نقول حاجه انه الواحد ما يحشمش بالدينار. انت تفيق الصباح قول انا باش نبعث دينار بدينار انا خويا نساهم دينار اخسر ب 5000 اخسر ب 10000 اخسر ب 100 مليون نحكي على رجال الاعمال اللي عندهم عشرات ومئات المليارات. لحظه خليني نقول لك حاجه راهو هذا الفيروس ماهوش باش يختار لك غني لك فقير بالعكس تو يختار المناطق الغنيه اكثر. لا نحكي لك معناها معناتها الناس واليوم نوفل تحب نقول لك حاجه ساعات راهو معناتها العباد تجي تقول لك احنا تعدينا من صناديق العباد ديما الدوله تحلب فينا ديما هات كذا. المشكلة أنه اليوم قاعدين نقولوا في دي كومنتير غالطين في وضعية غالطة جملة على خاطر لو كان انتشر الفيروس في تونس ولو كان لا قدر الله وصلنا للكارثة راي الناس كل باش تتذر معناتها أنا كي نحط فلوسي معناتها كان باش نمرض ولا قدر الله تصير لي حاجة فلوس ما عندها ما تعملك واضح. يلا طارق في صعوبة سعدي نقولها لك لو في الفما برشا عباد تو يهبطوا مثلا ديباج يقول لك فما رجال أعمال يا خويا يقول لك أنا ما نحبش نقول قداش تبرع درس يا خويا تبرع ما تقولش ميسالش ما تهبطش هكا فلان الفلاني تبرع وكذا اما راهي الناس اللي هبطت نوفل حبت العباد تتبعهم ليه يعطيهم الصحه هما ليه فهمتني والتونسي والتونسي يقول لك انا اخويا واحد من الناس تبرعت برشا مرات للدوله وين مشات الفلوس ما فهمش حتى ليه مش هذا مش وقته مش وقته انا في وضعيه كارثيه ونحكي انا ساعه تبرع بالدينار ونحكي على العباد اللي لابس بها مشكل معناتها ما نحكيش على العباد اللي لابس بها حتى بطريقه غير قانونيه حتى اللي زفيريز حتى العبيد اللي ترفكوا في العمله اللي ترفكوا في الحدود يتبرع توا اللي يوزنوا في الفلوس بدينا بالكيلو تبرع بهم توا. يلا سعد احنا توا رانا ماناش رجل الاعمال رانا ماناش حاجتنا به باش يتبرع بواحد باش يعمل عمليه راهو ب 30 مليون 40 مليون احنا حاجتنا به باش يتبرع خاطر تونس باش تعمل عمليه البلاد باش تعمل عمليه ما يتبرعوش لا رجال من غير ما غطيوا عين الشمس بالغربه لا رجال الاعمال لا الشركات الكبرى ما يتبرعوش. قداش عندنا من رجال اعمال احنا في تونس هنا ما نجموش كل واحد مليار وش يسوى مليار قدام المعامله قدام انا الربح اللي ربحوا فيه شنو يسوى مليار قدام ولدك وامك وبنتك وولدي انا وبلاد كامله ما يتبرعوش ما يتبرعوش يكذبوا ما يتبرعوش
ما يتبرعوش. واضح، انتم كما تبرع حد مع 27 مليار رقم يحشم. تفوز قبل ما نمشيو للسؤال. قبيله ذكر المغرب قبيلك، ثم بند في الدستور نتاع المغرب يقول اللي تبرع في الكوارث هذوما اجباري. شفت اجباري ايش معناها اجباري؟ كثير كارثه كما هكا قانون اجباري، خاطر كارثه تخص التوانسه الكل. تلالا كارثه عالميه يعني، مش كارثه تخص واحد هذا ولا اثنين. هذا انت خايف على، انت خايف على صندوق 26 26 وما نعرفش فلوسي فين مشات وما نعرفش. اللغه دي، اللغه دي مش وقتها، الوضع غير الوضع، والوقت مش غير الوقت، والزمان غير الزمان، والكوارث غير الكوارث. سبحان الله. نقول لك حاجه انا خويا، تعرف انت، نقول لك حاجه انا، المصيبه هذه اللي جاتنا بالعكس وحدتنا، انت وحده التوانسه الكل. تعرف شو التوانسه كلها؟ ما عادش ثم بلاد خير من بلاد. ما عادش ثم حتى واحد يجرك يقول لك انا خير منك، انا خير منك. صحيح. ما عادش ثم حتى بلاد تقول لك انا بلاد عظمى، وانت بلاد متاخره، وانت بلاد فقيره. ما عادش يجرك واحد يقول لك انا عندي وانت ما عندكش. ما عادش ينجم يجرك واحد يقول لك انا عندي الفلوس باش نقاوم المرض، وما عادش ينجم يجرك واحد فقير يقول لك انا ما عنديش باش نقاوم. استاذ نوفل، تلقى واحد عنده مليارات ما نجمش، ما نجمش يسافر باش ينحي المرض هذايا، ما نجمش. شفت حاله والفقير مسكين كيف كيف هو زعما يقول لك انا فقير ما عنديش فلوس زعما باش نداوي روحي ما نداويش. لا لا، هذا المرض وحدنا الناس الكل، وخلانا نحطوا سقينا على القاع ونفهموا روحنا ونفهموا. هذاك علاش يا فوز حبيت تقول كل قدير وقدره. ايه. ما تحشمش كل واحد يتبرع بسماس كل يوم ولا كل ساعتين. واضح. يلا زين عبد المستوري، مرحبا بيك. لو في فقط توضيح، ثم رجال اعمال تبرعوا يعطيهم الصحه. لا لا يعطيهم الصحه. لا لا بلي خلينا نوضح، معناتها راهو تحية رجال الأعمال والشركات الكبرى والناس الكل، رانا معناتها أنا قلت مع ما نقصدش مع في كل من أحنا، أحنا من أحنا لتونس الكل، راهو التوانسة المبلغ اللي تبرعنا به حشم. ما نقصدش معناتها حتى اللي بدفع دينار ما دفع، أنت كان كل تونسي دينار 11 مليون دينار هذوما، معناتها راهو المبلغ اللي تبرعنا به تونس الكل يحشم فقط. يلا زين سامحني، ومن خلال الحصه هذه احنا ما زلنا فيها، ما زلنا معناتها ان شاء الله ما زلنا فيها. ما نعرفش انا، يائس شوي. تفضل يا زين. مرحبا بك نوفل، مرحبا بالناس الكل، مرحبا بالساده المشاهدين. ان شاء الله ربي يحمينا وينجي بلادنا ويزيح عنا البلاء والوباء. نحب قبل ما نبدا نوجه رساله للعباد اللي قاعده تتفرج فينا تويكا واللي قاعده تخرج من ديارها. يولدي راهو فما حاجه انت ماكش واعي بها، اللي هي انت تنجم تخرج من دارك خاطرك انت باندي وقوي، خاطرك انت ما تخافش من الجرثومه، خاطرك انت ولد حومه شعبيه، ولا خاطرك انت كاسح. اما راهو تنجم تمرض وتعدي امك، تكون انت سبب انه امك لا قدر الله تتوفى. فمعناتها نرزنوا شويه، نعرفوا انه احنا نجم نكونوا سبب انه نجم نقتلوا اعز الناس لينا معناتها في الحياه. نجم تقتل بوك، نجم تقول نقتل امك، نجم تكون انت سبب انه مخوك يتوفى. معناتها نرزنوا شويه، ما نخافوش منازلنا، نخافوا كل شيء في الحالات القصوى الكبيره برشا. معناتها ستينو احنا قاعدين في الديار، كل واحد يشد داره تنقضيو عليه الجرثومه هذيا، تنقضيو عليه الفيروس هذيا بشويه بشويه. في بلي ازرب خاطر جهين بعثت لي ميساج قالت لي روح ما نجمش نرقد الاولاد، يزوم كمل فيس على حسن. والله العظيم مش نافع بالله. انا بدي المراقبه تجيب الخبز في يدك. وين الخبز؟ وين مدام الخبز؟ في دار مدام. نحكيو اخويا على الناس اللي قاعده تخرج الصباح، باش نحكيو على الناس اللي قاعده تخرج في الليل. فما حملات كبيره قاعده تصير من تعقيم البلاد، معناتها عباد قاعده تعاقب في البلاد. فما فيديو انتشر نتاع شخص البارح غلبوا البكاء على حال البلاد، كيفاش ولات، كيفاش البلاد فارغه، كيفاش كل شيء. فيديو مؤثر جدا معناتها، شوفوه. معناتها نحب نقدموا له تحيه نحن من المنبر هذا، نشوفوا الفيديو ونرجعوا. شوف حبوب نيجي هنا يا سامي. يا سامي ما يبكينا شيء يا معلم. ويه فيه لا تينيزية سخت. ويه ما ترخش عايش ولدي. دوك نوفل تشوف ناس كيما هكا كيفاش معناتها متاثر على بلادها وكل شيء. سعدي تاثر معناتها بالحق معناتها، وعباد اخرى تحاول انها تخرج، تحاول انها تفسد هذا الكل اللي قاعد يصير. معناتها نلتزموا شويه، نشدوا ديارنا باش نفجعوا شويه العباد. نوفل باش نحكيو على ستاتيو انتشر معناتها الفتره الاخرى نتاع مواطنه تونسيه تعيش في فرنسا هبطت وقالت ان هي مصابه بالكورونا. نحن غطينا اسمها خاطر ما خذيناش الاذن، اما باش نحكيو على ستاتيو معناتها، مش نحكيو على الشخص شكونه. باش نقرا لكم ستاتيو معناتها اللي هبط، باش العباد تعرف شنو المعاناه نتاع شخص مصاب بالكورونا. هذاك علاه لازمنا نلتزموا ونشدوا ديارنا. انا حامله الفيروس كورونا، عايشه في فرنسا في اوروبا، وهنا شهر لا جيل لا ماسك لا ميزان سخانه، عمري 32، ناكل صحي ونترينا اقل شيء بمعدل نهارين في الجمعه، وما عندي حتى مرض.
مانيش ممرضة ونادرا ما ناخذ أدوية. نحب نقول لكم الشباب اللي كيفي ويمرض شنو يصير له، ثماش ما تفيقوا شوية على وضعكم باش خاطر تونس باش تفنيوها. السخانة كأنه عندك بركان في بدنك، عينيك ما تنجمش تحلهم خاطر يحرقوا من السخانة، ثم فمك الكل التهابات من السخانه وشربت الماء، مجرد شربت الماء تحرقك، ما عندك شهيه الماء لو ديما تحس روحك باش ترجع، حتى باش ترجع حتى وكان ما كليت شيء. تاخذ حربوشه دولي بران كل 6 سوايع فقط، غيره تحت الدوش والماء البارد، ولا الكمادات لازمك تحطهم وحدك خاطرك معدي، ما تنجمش تحط كمادات، ما تنجمش تكون يجي يحط لك كمادات عندك السخانه خاطرك نجم تعديه. عضلات بدنك الكل توجع، بدنك ما عادش يهزك باش تهز يدك، راسك توجعك ما تنجمش تسيطر على بدنك، تحس بدنك خارج على الجاذبيه، وبالطبيعه جرير الجوف والطريق الى التواليت تشوفه جبل لك يدك. راسك عندك موزيكة البيت تضرب النهار وليل فيه تلمو يوجع لي، ما عادش تنجم تقيم الوجيعة من 10. النفس متاعك تسمعه هو داخل تسمعه هو خارج، ويوجع برشا مجرد انك تتنفس توجع. الهواء كأنه حاجة معبية بالشوك في حلقك ويتعدى ويحر في الوريك اللي تحسهم معبين بالتراب. الكحة كاغت أحرش، الكحة كاغت أحرش يحك لك في حلقك، والقصبة الهوائية توجع الكرش والصدر. صدرك تقول حتى فوقه حاجة ثقيلة كل مرة تزيد تثقل وتهبط لك على رواليك وقلبك. الكلام مجهود جبار تلقى روحك مجبر عليه باش تتعامل مع الطبيب وباش تطمن على عائلتك. في ظل الحرب اللي في ظل الحرب اللي في بدنك تلقى روحك انت تطمن عائلتك وتهزلهم في المورال يا فوزي، خاطرهم مرعوبين عليك، ويخرج فرق يقولك انا صغير وفرحان بشبابي ونتعادى وعادي نتعامل معك انه قريب، ويشيش في القهوه ويتكيف في الشارع ويتلم في الحلق. الا اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، ربي يعلم بحالي كيف ركزت وكتبت هالكلام في قرى ومش قريب، راهو ماهوش لعبه، عندكم شهاده نتاع عبد يعيش في الكورونا، شدوا دياركم وما فماش الدواء، والدوله ما عندهاش امكانيات. الناس اللي تحبهم اللي نحبهم الكل يعيشكم من غير ما تكلموني، راهو مجرد مجهود الكلام حاجه جباره جدا باش تعرف قداش معناتها هذايا وصف دقيق جدا للحاله اللي تنجم تعيشها كي تمرض، معناتها حاجه توجع برشا. وانت كان تخرج من دارك لو نجم يصير هكا ونكثر من هكا في بوك ولا في امك ولا في اختك، لذا شد دارك من فضلك. فما حاجه اخرى باش نحكيو عليها، نشوفوا تصاور هذوما معناتها اللي هما العباد اللي تبيع في الجيل ديزانفكتون تويكا، هذه الصوره نتاع جيل ديزانفكتون. بعديك كيف نحاول الواحد اثنين التصويره الثانيه، بعدين كنا نحاول واحد طلع هو كان يستعمل زيت نتاع شعر معناتها وجدوه الكول وبيعوا فيه على اساس جيل ديزانفكتون. انا وصل فما شكون قال لي معناتها من الدوله انه سكروا معناتها معامل وسكروا دي لابو نتاع جيل نتاع شعر، جيل كوافون نتاع شعر، يزيدوا فيه في الكول وبيعوا فيه على اساس جيل ديزانفكتون. معناتها عباد ما تخافش ربي، ما تخافش من الدوله، ما تخاف من حتى حد، اعطيه فقط يربح معناتها يقتات من هذا الكل. والله في الوضع هذا تعتبر خيانه كبرى. انت جاي متحارب يعني. فما ناس قاعدين يراو يسكروا ويشدوا في الحبس وكذا، ولكن على غالب اللي يسرق يغلب اللي حاحي. عليك نور معناتها. ما دمنا نحكيو عن الناس هذوما، فما عباد اخرى معناتها كما يقولوا جاد الفقير بما عنده. نحب نعاد التصوير هذايا، الخضار في الشيحيه في صفاقس. قضيه مجانا للمحتاج فقط. حلو. معناتها السيد هذايا خضار ما قداش باش يصور في النهار، قداش باش يدخل فلوس، لكن قرر انه يتبرع بقضيه مجانا استثمار صحيح للمحتاج فقط. وعباد اخرى تدخل في ملايين وتدخل في مليارات من الحاجات اللي تبيع فيها من الجيل ومن الشوب باودر شيء، وتحاول انها تتحايل على العباد. كل واحد فاش يستثمر، كل واحد فاش يستثمر معناتها تبيت غير باهي وخايب. باش نوريكم تصويره اخرى تنجم تخوف ياسر يا صادق، تنجم تفجع برشا. التصويره تجينا من اسبانيا، نشوفوا التصويره هذه. التصويره الناس اللي ما زالت مستهتره بالموضوع هذه، اسبانيا يا صادق دوله اوروبيه بتقدمها وتعليمها وفلوسها، وشوفوا ايش صار فيها. مش لاقين بلاصه في المستشفيات فحطوا السرير في الشارع. لا قدر الله لو الموضوع خرج على السيطره في تونس والناس بقات مستهتره بالشكل اللي نشوفوا فيه تويكا، مانيش باش نلقاو اصلا فرشات نحطوها في الشارع، احنا باش نرقدوا كلنا على القاعه، لانه نحن معناتها عندنا 251 سرير ولا 231 سرير نتاع انعاش، معناتها كان باش نوصلوا في الاستهتار هذانا مانيش نقاو مش نقعدوا. هذه دوله معناتها قويه ودوله في الاتحاد الاوروبي وعندها فلوس وكذا، شوف ايش صار فيها معناتها. خليها نحن معناتها دوله فقيره، ايش باش يصير فينا؟ نحن نفكوا في السميد يا براس فمك، فاش تحكي لي يا زين؟ مش خالط خليك ناخذوا الحاله هذيا، معناها لا قدر الله تاع عباد مش تولي تفك في نحكيو في موضوع بالليل. اخر نشوفوا الفرق بين التعامل معناتها، نحب معناتها لهنا باش نحكيو في موضوع جدي برشا اللي هو كيفاش تعامل التوانسه الدوله التونسيه مع العباد اللي عالقين البرة، وتعامل الدول الاخرى مع العباد اللي عالقين البرة، وردود الفعل نتاعهم معناتها. شوفوا رد فعل نتاع مواطن تونسي حب يحطوه في الحجر الصحي وهو مروح من المطار، معناتها شوفوا الفيديو انتشر ياسر الفيديو نتاعو مروح من المطار، وشوفوا رده الفعل معناتها نتاعو غير مفهومه بالمره. اعطينا الفيديو. اه فين احنا كان باللايف انت ما تعرفش كان اللايف تذكر فمك اي شنو المدار، نخرج من المدار احنا توا يا اخوي. قالك ما حشناش بيكم هذوك، قالك ما حشناش بيكم البارحه هيك، قالك انتم ما حشناش بيكم باش نعاش بهم شي يهزوك. والله والله اختك كيش مسارك لنا تقول لي اعملوا في الهابين ولا حكايه
إيه سامحني هو مش نزني قديش من كار ومن هززني أنت. هو السيد هذا متقلق خاطر الدولة تعمل له حجر صحي إجباري خاطر جاي من دولة معناتها فيها الكورونا معناتها جاي من برا خايفين لا يعدي العباد دونك يحبوا يعملوا حجر صحي هو متقلق ويمشي يهزونا معناتها في حين إنه دولة كيما بريطانيا العظمى معناتها هي ثاني أقوى دولة في العالم وثالث أقوى دولة في العالم في الكويت هبطت بالتويتر هذه هبطت التغريدة هذه معناتها في التويتر نشوفوها if you are stuck in Kuwait and you don't have enough money please seek assistance through friends family or local charities in Kuwait like بيت الزكاة or Salvation Army بما معناه كان أنت واحد في الكويت رانا منش بشروحوا بيك اما امشي شوف ما عندها منين تاخذ فلوس ما عند صحابك ولا ما عند عائلتك ولا من بيت الزكاه معناتها بريطانيا العظمى ما روحتش بالعباد نتاعها تونس دوله فقيره روحت وما يحبوش يحترموا انه يقعد في الحجر الصحي معناتها اللي عملته الدوله في الازمه هذه راهو يقرر في دول العالم معناتها بريطانيا امريكا سكروا المطارات ابارتير من نص الليل من اوروبا ما روحوا بحتى حد ونحن نحبوا نروحوا بالعباد ونروحوا بهم ما يحبوش يلتزموا بالحجر الصحي باش نقفلوا تويكا بتجميع نتاع فيديوهات معناتها مؤثره جدا الناس كل بارتاجي فيها برشا عباد يبارتاجيو فيها معناتها مؤثره جدا اللي هي متاع مؤذنين في جوامع معناتها يرفعوا في الأذان في وقت الكورونا لكن بعد الأذان معناتها في عود يقولوا حي على الصلاة معناتها في عود يدعوا للناس للصلاة يعيطوا الصلاة في بيوتكم ولكن كانت ردة الفعل متاعهم هما معناتها مؤثرة جدا نشوفوا لهنا معناتها المؤذنين من مصر من السعودية مؤذن الإمام الجمعة معناتها في الحرم المكي نشوفوا الفيديو ونرجع ونحكي فيه معناتها مشهد مؤثر جدا معناها فوزي العباد بشي معناتها أصليتوا في بيوتكم خاطر أي تجمع تويكا معناتها بش يعدي الناس بش يتسبب في معناتها المؤذنين يبكيوا على حال الجامع معناتها احنا في الجامع زادة في الحي معناتها في حي الخضرة معناتها رفع الأذان معناتها في الفجر نسمع فيه معناتها ولا يبكي كل يوم القرآن محطوط معناتها والدعاء وزارة شؤون الدينية يعني قامت بواجب بمجهود كبير برشا يوم الصح وحتى الإدارة ريح له برشا كيف كيف يعطيك الصحة زين عبد المستوري بعد شوية تجينا في وضعية خير شوية خلال انت بعت لي ميل قلت لي كوبي هي أكثر مني أكثر مني أنا عندي فقرة عندك الحصة الفولة يلا ناخذ بالتليفون بعد شوية يجي حذينا بليل الميسي مرحبا بك بلال دونك ناخذوا معنا كادوريم بالتليفون هو ما حبش يحكي كادوريم شديت فيه صحيح قلت له مش تجي وتحكي معناتها معايا كادوريم عسلمه كادوريم الو وي عسلمه نو كريم شنو احوالك لاباس الحمد لله شوي شوي يعطيك صحة ساعة على المبادرة الأولى اللي قمت بها معناتها وتفريق متاع المؤونة وغيره وغيره الخدمة اللي قمت بها يعطيك صحة معناتها هذا واجب ونحب نقول أنه التوزيع المؤونة مازال مستمر على كامل الجمهورية كريم بالله يعطي نومرو ولا حاجه بجاه ربي يا كريم خاطر برشا عباد تصل على الفيسبوك شنو الجمعيه يا طارق المشكله تك عندنا زوج جمعيات قاعده ليا باللدي جمعيه امنيه وناس الليل ديال تونيزي راهو ضغط عليهم راهو من كل انحاء الجمهوريه تليفونات كل يوم صحيح برشا عباد مستحق هما خرجوا في الراديو قالوا يبعثوا ميساجات على الفيسبوك خاطر نحن مخلصين مثلا كل نهارين ثلاثة نعملوا زوج ميلاريات ما بتعرف ما عندناش برشا متطوعين صحيح على خاطر توا فما حظر صحي الحظر هذايا نتاع الكورونا ودونك فما مثلا كيما اليوم الجمعيات ما عندهاش الحق باش تدور دونك اعطينا الهلال الاحمر نتاع الساحل نتاع سوسه باش يفطر
باش يفرق على المستير المهدية سوسة القيروان. فهمت؟ احنا نقراو على الانترنت نعرف ما يتقالش وماكش باش تجاوبني، ولكن باش نقول يقولوا كادريم وصلت تبرعات ل 7 مليون دينار. انا حطيت ذمة ثروتي على ذمة الشعب التونسي وقلت البيدجي المفتوح ديوال هذه المحنة والقفة ما هيش باش تقف. فرقنا لي ماسك ووفرت لهم الجيل في النمسا، توا لحد حد من المسؤولين كلمني مش يمشي يجيب. والله كريم يعطيك صحة، خلينا نكمل فوزي لحظة. عدد من المواطنين التونسيين الغير مقيمين دولة الإمارات وحلوا في مطار دبي وتعرضوا ظروف قاسية. سمعنا أنك تكفلت بهم، حطيتهم في نزل ولا في نزل في دبي، معناتها النزل نزل 5 نجوم. تفسر لنا الحكاية؟ نعطيك معلومة. أكثر من 3000 تونسي عالق في جميع دول العالم اليوم. هوني عندنا أكثر من 300 تونسي غير مقيم. أي. معناتها فما اللي عنده مازال الفيزا السياحة نتاعو، وفما اللي الفيزا وفات، معناتها في وضع غير قانوني. وكنت اليوم على اتصال مع سيد القنصل العام بقنصلية دبي. فما اللي قعد عنده كارغو هوني، عنده شكون؟ فما اللي تكفلت بهم القنصليه، و60 شخص من التوانسه من غدويكا قلت ربي حجزت لهم اقامه في نزل 5 نجوم، نجم نسمي النزله. وي وي رماده جميله دبي. برافو. ونشكر السيد المدير النزل وائل باهي اللي باش يستقبلهم وفهم الوضع. اما لازم الدوله تلقى لهم حل في اقرب وقت باش ينجموا يروحوا لبلدانهم، خاطر هذوما غير مقيمين هون. فما اي فما اشكال. يعطيك الصحة كدريم على البدرة هذه زادة. برافو. عايشك. هما ينجموا راهو يعملوا الحجر الصحي نتاع 15 يوم نتاعهم بالنزلة هذيك. اي معناها وقت الشدة. اما لازم في ال 15 يوم هذوما الدولة تلقى لهم حل باش ينجموا يروحوا لعياتهم بعد. واضح واضح. يعطيك صحة كدريم على معناتها معنويا برشا ناس قالوا كبرت برشا في عينيهم، مادين قاعد تخدم في خدمة بيا برشا. وكنت انقدت، شنو رايك في كنا نحكيو من قبيل توانسة ما تبرعوش بما فيه الكفاية، كيفاش تعلق على التبرعات التوانسة؟ أنا ديجا تكلمت في الراديو وقت التليتون. حشمة حشمة كبيرة، خاطر أنا كنت حتى ناس وما نحبش ندخل في مشاكل مع الناس الكل، وأنا الأولاني دعيت الناس الكل باش تتبرع. أما فما ناس ما تتمنيت أقل حاجة باش يمشي في حاجة معقولة. شو نقول لك؟ هو كل واحد راهو والوضعية نتاعو، كل واحد والظرف نتاعو، بيان سور ما نجمش نلومو على الناس الكل. يا خويا تونس صغيرة وأنت تعرف فما برشا ناس عندها برشا فلوس، ما ريتهمش أنا. صحيح وتبرعت معناها. صحيح صحيح كريم. مش كريم بلاي فوزي عنده ليك سؤال في الاخر. اي فوزي تفضل. فوزي معك. مرحبا يا اخوي. ربي يفضلك. فيما يخص الجمعيتين اللي زوز تتعامل معاهم انت، اذا كان مش حاجتك يعني، احنا انا والناس اللي نعرفهم الكل يعني ما شاء الله مئات، فهمت؟ احنا على ذمتك وعلى ذمه زوج جمعيات في اقرب وقت ممكن. عايش يعني عايش هو وراه برشا متطوعين متوانسه يحبوا يفرقوا. ايش نقول لك كريم؟ هذه مش مزي يعني، فهمت؟ هذا واجب. حاجه اخرى، الناس اللي ما تبرعوش ودي تعرفهم انت، شنو انت باش تنصحهم؟ كلمه من عندك انت يعني، فهمت؟ الدنيا زي ثانيه. وي راهو يجي نهار باش نموتوا والفلوس باش تقعد. اي فيد شعبك يا خويا التونسي، التونسي رحمه. هو راني انا قاعد نعاون ونوري فماش ما يحشموا على رواحهم. ربي يجازيك كل خير ان شاء الله. يعطيك الصحه كادريم. عايشك نوفل باش نعطي نوفل القنصليه، عايشك القدوه باش ينجموا يجيوا للوتيل. باهي تفضل اعطيه. 04 26 17 00. دونك يتصلوا بالقنصليه والقنصليه توصلهم للوتيل وعندهم الاقامه 15 يوم. وباش يتلهوا بهم على معناتها بالكدا إقامة تليق التونسي. وأنا نقول للتوانسة ما تخافوش، قدرة ربي باش نتجاوزوها المحنة هذه.
عاونونا شدوا دياركم وان شاء الله توانسه كل بخير. يعطيك الصحة كادورين بارك الله فيك. دونك 0426170700 تعليقكم زادة قاعدة توصل وتتفرجوا فيها على قناة تسعة لايف يوتيوب ولا على الفيسبوك هاشتاج اي اف دي. بلال مرحبا بك بلال. دونك ما نظنش كان جاي باش تخرج لي تصوير سعدي هو في الشرطة خاطر رفيع وجوه مصفر يمشي مع كادورين صلى الله عليه وسلم. يا ربي تونس تعدى المحنة ذي وجوه مصفر. نوفل بالحق خاطر انا من قبيله نتفرج في الكواليس اللي انت تركب الرعب بالحق تركب الرعب اي سي باش نموت غدوه. انا بالحق انا دبرمت قاعد برا خبرت للزين قلت له ظهر لي الواقع سيد الوزير الوزير بعيد ست شهور عام الواقع نعيشوا فيه. احنا تو الوضعيه نورمالمون سافا نسميو حتى معناها الحمد لله الحكومه ماخذه اجراءاتها بالمسبق الوزاره كيف كيف ديجا حتى قال لك المرحله الرابعه هذه خذيناها تسبق معناها سبقنا الوضع معناها لاباس قدره الله قاعدين ملتزمين بالحجر الصحي. اللي مش باش يلتزم ان شاء الله تو الحاكم والجيش يخليه يلتزم يعلموا الالتزام وما فما حتى مشكله معناها لاباس قدره الله. والله كلمه حق نحب نقولها كلمة حق يا الأولاد والله اللي يحب يتفرهد هكا ويحب معناها يخرج من ستريس يدخل البروفيل نتاع بليل كان الأخبار الباهية وراه معناها كان إيجابي أنا ما نحبش أنا كل ما نلقى أخبار إيجابي ولا نتبع ستاتيستيك إيجابية نهبطها نحب خويا بشوية أمل ما يسالش نحاول صحيح راهو ما يهبطش الإشاعات تبعثوا في الكومنتير برشا قاعدين يهبطوا به. نحب نقول راني نشكر رجال الأعمال والشركات اللي دفعت مبالغ كبيرة راهو فما ولكن المبلغ اللي لما بدناه حشم توقعنا أكثر راني نحكي تو على اللي ما تبرعوش مش على اللي تبرعوا معناتها نحكي فما شركات بصراحة ونحبوهم ورجال الأعمال وتبرعوا برشا مبالغ. اليوم بلال دونك باش يحكي لنا في موضوع يقلق برشا ويتجبد اللي هو الأخبار الغالطة الفيك نيوز الإشاعات الإشاعات اللي هي الوضعية بطبيعتها ديجا العباد مفجوعة من عند ربي ديجا بطبيعتك معناها فما ناس سبحان الله في الازمات هذه تستغل كيما ما في اي ازمه في اي حدث كبير يصير يستغلوا الوضع دونك يبداو بنشر الاشاعات. التاريخ نتاع الاشاعات ماهوش جديد ديجا معناها قديم من قديم الزمان برشا بلدان وبرشا مجتمعات كانت تعيش بالاشاعات كي التتار كي الفراعنه كي البربر كي اي الناس الكل كانت تخدم بالاشاعات خاطر تعتبر حرب نفسيه فهمتني ديجا معناها جوزيف جوبلز هو وزير الاعلام في النظام النازي معناها عنده مقوله مشهوره برشا اللي هي اكذب اكذب حتى يصدقك الناس أي. يعني كانت الاشاعات تنتشر بشكل غريب. المشكله انه في تونس عندنا برشا ناس تنشر في الاشاعات صحيح والاشاعه ماهيش مربوطه لا بمستوى ثقافي الناشر الاشاعه لا معناها تقول شي عنده مستوى ثقافي معين ولا مش قاري ولا لا الناس الكل فما ناس عندها بتتر امراض نفسيه وعندها غايات كيك حاجات انسان يقعد في الدار يقلق يهبط الاشاعات تصدق اكزاكتومون. ابرز الاشاعات اللي صارت تقريبا في تونس معناها ابرز اشاعه صارت انك عام 98 الكسوف وقتها الكسوف الكبير اللي جاء قال لك تخزر الكسوف تعمى والعباد شد ديارها فلا شريت ليونات وقت فوالا بالضبط الناس كل شريت ليونات فلا شريت ليونات نخزر الشمس الثوم يقضي على الكورونا اللي هي بالحق معناها خليت راس الثوم فما إشاعة فما إشاعة أنت ما خلطتش عليها نجيب الخطاب حي وباش يعمل حوار في الجزيرة رينيه متعدي في برنامج فما إشاعة نوفل أنه بلال يعطي في الأخبار الإيجابية الله والله تنجم تدخل بروفيلي لا والله تنجم أو بالحق الإشاعات باش نعرف قيمة الخطر نتاع الإشاعات راهي فما إشاعة تسببت في مقتل 100,000 مواطن إشاعة إنه فما بير نفط بين باراغواي وبيرو باراغواي بوليفيا ثلاثة سنين يتحاربوا مش في بالهم إنه فما تقسيم جغرافي وظهر ما فماش ظهر ما فما حد شيء حرب تقريبا ثلاثة سنين ما فيها 100,000 عملوها شركات تاع النفط خرجوها الإشاعة باش قامت حرب عميق في وقت الكورونا عبارة قلت اسمعني يا توانسة راه فما سميد فريانة كما سيكمون كما سيكمون سميد فريانة في الإشاعات في تونس مش من هذيك سيكمون زاد إلى حد الآن هو احنا ضحكنا عليه أما الله أعلم من احنا شفنا فيديوهات نتاع انجيلا ميركل تشطح فرحانين إلى حد الآن ما وصلناش الخبر ما مازلنا نستناو بون باش نحكيو على الاشاعات اللي تسيبوا في تونس البريود هذيا واكثر نهار صارت فيه بوبلي وفوضى نتاع اشاعات هو نهار خطاب رئيس الحكومه بعد قليل عيط اكزاكتومون نهار اللي وخر الخطاب الاشاعات اللي هبطت والمصيبه انه 90% منهم خرجوا من صحفيين
هذيك المصيبه انه كان جاي مواطن عادي ولا ما عرفش انا واحد على روحه طيش كلمه ما ذي راي صحفيين. فما بوليميك صارت بليل نحب نقول لك راهو الصحافي بوليميك صارت انه طرد صحافي من البي بي سي لانه هبط ستاتيو فيسبوك قال لهم هبطته كشخص قالوا له لا راك حتى في دارك راك تقعد صحافي. لهنا ميساج لينا احنا الصحفيين ولا اللي نظهروا في التلفزه رانا ما عندناش الحق نهبطوا ميساجات غير مسؤوله. علاش؟ لانه سعدي مثلا يتعدى في التلفزه فماشي ثلاثه مغرومين بيك نجموا يصدقوك فهمت. دونك انا نعتقد انه الصحافي يلزم يكون مسؤول اكثر حتى في حياته الخاصه ما يهبطش ستاتيو ما يهبطش حاجه خايبه لانه صحافي كي يرقد كي يقوم خدمتنا لاصقة فينا مانيش صحافي والسته كي نروح نولي حاجه اخرى باش تقعد صحافي باش نشوفوا حياتك الكل باش نشوفوا نوفل التحيه ليهم حتى هما الصحافيين في الميدان راه في مواجهه زاده. دونك حكينا على صحفيين يخرجوا في الاخبار سينو صحفيين بما فيهم حتى الاولاد انتوما ديما في الواجهه ديما في الاجتماعات في الندوات ربي يوفقهم. وتحيه زاده لنقابه صحفيين على البلاغ اللي هبطته انا ريتو بلاغ صارم ومشيت مسؤوليتها. اما بيان سور الصحفيين الكل يخدموا في خدمه متعبه وشاقه تحيه لهم الكل. دونك شوفوا اغلب الاشاعات اللي قاعده تدور تو في الفيسبوك التونسي واللي قاعده تداول بشكل كبير برشا برشا باش نبداو كما قلنا من الحدث الكبير اللي هو تاجيل كلمه رئيس الحكومه. نشوفوا مثلا اشاعه من الاشاعات اللي هبطت نشوفوا مجموعه من الاشاعات اللي هبطت وغزيت الفيسبوك بشكل غريب. هذه صحافي غطينا الاسم نحن صحافي معروف قال لك تاجيل كلمه رئيس الحكومه للغد مع العاشره صباحا. شوف قديش انت شوف قديش من بارتاج بالحق شوف قديش بارتاج هذه مذيع في تلفزه راهو في معناها في تلفزه فهمتني تشهمنا تشهمنا معناها توصل ليه شوف انت قمه ليش قلت لك انا قمه الثقه في النفس قمه الثقه في النفس تاجيل كلمه رئيس الحكومه الغد برا لوج عليه وبعد العاشره صباحا ابتداج صحيح. نشوفوا مثلا اشاعه اخرى انتشرت بعد انتشرت في نفس الوقت تاجلت كلمه الحكومه الغد على الساعه 10 لانه من خلال الساعه قالوا لا هذه اكبر اكثر ستاتيو دار وعمل بوبلي كبير معناها خمسة استقالة جنرال المستشار العسكري استقالة أمير حرس الوطن تأثيرات المكالمات سيب التونسيين المرسلين وهروب أغلبهم من الحجر الصحي ارتفاع مستوى العدوى القائمة المسربة الأنشطة التي تشملها التعصيب. نشوفوا إشاعة أخرى هذه قتلوا مسكتوا هذه صحفي قتلوا مسكتوا انقلاب عسكري ثلاثة انقلابات ثلاثة شلطات ما تفهمش هي مخها فين وقتها معناها وشكرا هو الحكي كل خطا تقني صار بان تكنيك لا 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 القرارات خاطر قاعدين قرارات قويه وكبيره قاعدين ينسقوا ديجا ريتو الخطاب الكل مكتوب الا القرارات يعني يقرا فيهم امبروفيزي اخر وقت معناتها وطلب مش نشوفوا زاد فيديو اخر قاعد يدور في هو فقط كان جات رئيس الحكومه عندها ناطق رسمي ووضح معناتها خاطر قعدنا نستناو معناتها ناقصهم ناطق رسمي ولكن انا في المرمى هذه كل نعذرهم اكزاكتومون. مش نشوفوا زاد من الاشاعات الاخرين اللي انتشروا نشوفوا الاشاعه هذه مثلا مواطن مهبطها هذه فيديو قديم فيديو راهو يهبطوا فيه التوانسه تصريح رئيس الصين كورونا ليست فيروس بل غاز السارين ويؤكد ان ترامب هو سبب دمار الارض ويوضح صحيح راهو هذه الفيديو راهو مركب راهو الفيديو الاصليه هو هذه تخذيه من خطاب رئيس الصين في بمناسبه راس السنه الاداريه باش يهني شعبه الصيني ما فما حتى لا غاز مش يختفي وقتوا في باج احباء سارين احباء عرفتوا بعضكم بالحق واللي 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 نشر الفيديو هذا ممثل زميلنا زميل زميلنا زميل يحب يقوم العشرة ايش علينا فيه لا علينا فيه هو راهو بينات بلا كليمه ما نذكروش لسامي لا في البرنامج راهو يحكي لك بعد كليمه تراب تراب هذيك كليمه براس امك يا بلال هو راه 9 تاع الليل التونسي تو في الوقت هذا يهلوس وحده في الدار بالحق يقلق اش بيني نكح واش بيكم تغزروا لي ولا بالحق راه فهمني ولا لا ما عاد زدت هبط له فاستين كي من هكايا امشي انا صحفيه تخدم معايا تحيه لي قمت الصباح نلقى الاربع نتاع الصباح على الواتساب بعثت لي قالت لي نوفل رد بالك على روحك وكذا من غدوه ساعتها قلت لها علاه الاربعه فما فيديو تدور نتاع واحد مريض وكذا يظهر يكذب كي تفرجت فيها قامت تبكي وبعثت لي رد بالك على روحك قالت لي بعثت لاصحابي اللي نعرفهم الكل واحد راكد عادي فيك وصرتو عاد صرتو يبدا عرفها اما انا شنو اما انا نلعبوا ما عادش يقولوا له رحمك الله تو يعطس من هنا دونك نشوفوا اشاعه اخرى من الاشاعات اللي زادت داولت في 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 مواقع التواصل الاجتماعي واللي خذيت صدى كبير فوالا هذه باش نحكيو على نهار هذه حاجه من الحاجات اللي بالحق تصفيه حسابات تافهه اكثر منها تافهه صيحه خطير جدا صيحه فزع
أردوغان يطلب من تونس إدخال الدواعش في ظرف 48 ساعة. والله يا مدام ولا اللي هبطت الفيديو تو مش معناها شو يجد عليهم العبيد خساره تو وقت دواعش هم بيت الدواعش تو عاملين بوست قال لك العظيم كملوا كورونا الدواعش قالوا ما تعملوش عملية نشوفوا 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 الإشاعة أخرى من الإشاعات اللي انتشرت بالحق معناها والناس تصدق فيها. إيطاليا في أول يوم إذا مواطن حسبه عمل حسبته دنيته خلى خلى إذا نوفل جدت عليه رقبيلة جاي مفجوع يرعى إيطاليا في أول 26 يوم وصلت 79 حالة. تونس في 23 يوم وكهو 114 حالة. مع العلم اللي عدد سكان إيطاليا قد تونس 6 مرات. مع العلم أخويا اللي راك أنت ضايع فيها مع العلم أنه تونس طور ربحة 114 79 رأى بالله لا تصدقوا كل شيء. فما مواقع رسمية فما مواقع رسمية وتاخو في الآن معطيات بتاعها من منظمة الصحة العالمية العالمية رأوا هذيك صحيح ما يجيك شوية قاعد بالله يقولوا الرقم بالله لحظة رأوا بالحق رأوا عيب رأوا مواطن يبدأ مبنك في الدار لبس بلو خلع وشورت ودار في قلوب واحد يشدك في فيسبوك رأوا والله فما 10 ليه اسمع واكتشفتوا انه ما عندكمش لبس الدار كافية والله برسني برسني تحت القبر لو عندي جمعة نفس اللبس فتي اكتشفت هو المشكلة في المرأة لا زاد المشكلة في مرتك زاد حتى مرتك تقوم من بيت تقوم من بيت الصلاة مش الكوجينة وين ماشي وين ماشي حجر ودنيا حاكم البر وين هادي ماشي نكملوا باش نكملوا في باش نكملوا زاده في الاشاعات راهو بالحق راهو معناها مرشي كبير الاشاعات سيرتو في تونس باش نشوفوا هذه مثلا في العالم الكل في صفاقس فوالا خطينا الاسم زاده من الغدوه هذه عنده ثلاث ايام من الغدوه صفاقس مش تتصنف كبؤره للاسف كارثه صارت في السبيطار ربي يلطف بينا هذه تسكن بحظ السبيطار نورمال مو يعني تسكن بعض السبيطار تحكي بلغه وزير الصحه هذه المدير جاي نتاع الصحه بالحق اما اشهر تصويره دارت اربع تصاور هما داروا الواحد بالحق توفى بالكورونا هو فهمت شوفوا الكورونا كيفاش كي تجي العبد هو في الكياس خاطر هي راهي كورونا انت باش يلا روحك هي تغدرك ماهيش عنديش راهي قول بركاش هذا واحد السيد هذا داخ في الشارع شوفوا ركز في مريولو مريولو اصفر مريولو لكحلو فيه بونت صفرة هو بيدو السيدة ذايا عاود داخ في الجردة عاود غدرت الكورونا خضروا قام وقتها عاود هو بيدو السيدة ذايا عاود طاح في الكياس هوك اللي خير يخزر لهم بها ما خضر فيلم ظهر لي زادة مرة أخرى طاح ظهر لي وهلا هاي مرة أبو عيال أربع مرات بيت هو بيدو اللي يشري مرشي نوار والله وتلقى بيت تلقى بيت بارتاجي فيها شوفوا الكورونا ايش عملت راهي كورونا ما تجيك شكاكه راهي متنجم تجي اعراض الكورونا في فيديو نتاع واحد عامل شارب الفيرالغون عنده ثلاث سنين او طاح قال لك ديجا والناس بارتاجي فيه مش نورمال بالحق معناها بون هذه ايش حابين نقولوا اليوم فما عبيد يعني بكيك هذاك مخهم بقصد او فما عبيد بقصد فما عبيد بقصد او عن غير قصد البارتاجي الحاجه اللي تعرضها والله يعطيك الصحه بيلها زيت المورال شويه معناها الدور نجيب بوزيت اول مره اول مره تدخل نجيب بوزيت لا خاطر انا والله ايش نقول بالحق اللي يتفرجوا فينا الناس الكل بجاه ربي لا تتفاجعوا بجاه ربي العبيد ديك اللي تحب تلمد شويه جامات تحب تلمد شويه بارتاج تحب تحير فيسبوكك تنجم تعملنا لايف كي نرمي نصفر تنجم تحنا شطحه اما تجي تقول 100,000 105 وفما بربي فما نوعيه من العبيد بربي سامحونا لحظه في صفيزه فانسكو جماعه يا حكومه هي تصحش بكم خبي علينا بالله يا خويا شد دارك وريض وهفت واركح ويرحم والديك وخلي العبيد رايضه وخلي العبيد ماسك عقلها وشكرا وان شاء الله ربي ينجينا ليلى ما فماش حتى دخله وراي البشريه معمورها خسرت حرب كونتر الوباء حطوها في مخاخكم هذه اخطر من هكا والطب تطور ولباس قدره الله يعطيك الصحه يعطيك الصحه بليل ميرسي بوكو يا نوفل كان ناويين تزيدوا تحصرون اكثر في الدار على الاقل عرسونا بعث بكر شكرا على الميلاد يا نوفل نحب نداوي الشوارع في البلاد عندي سياره وقال دواء قول لي كيفاش محمود محمودي عبد الباسط مبارك ارفع لنا الاذان يا فوزي صوتك يريح القلب يزيح الضيق بسمة ذيبي بربي كدريم قال للمتطوعين يقسم برشا أن نحب نتطوع ونساعد باللي نقدر حتى بالتطوع وليدي نوفل بربي فيسع كمل برنامج خلي نخلطوا على اللايف متاعنا رمين الصفر أسمع راني المشكلة قاعد نقرأ ما غير ما نعرفهم فهمت ما غير ما تفلتري أمينة زرقة بربي نوفل وجه نداء لجماعة المجلس وينهم توا فوزي ساسي أنا مستغربة حلقة رجالية بحتة تحية للمريم
ولبنى ورانيا ظروفهم، ان شاء الله تلقاهم في برامج خلص. اخرى فاصل ثم نعود للجزء الثالث باش نرجعوه بمهيب غانمي شويه قران ودعاء من صوته يريح القلب. نرجع لكم بعد الفاصل، استنونا.